اهلا وسهلا. طبعا انا ليلى ابراهيم شلبي، انا طبيب امراض قلب، تخصصي بريفنتيف كارديولوجي اند كارديك ريهابيليتيشن، او لو حبينا نترجمها تخصصي هو علم الطب الوقائي واعاده تاهيل مرضى القلب. اهلا بيك. ممكن حضرتك تشد سم لايت بس على الكاردياك ريهابيليتيشن؟ شوفي حتى صعبه بالنسبه لك انت كمان. الكارديك ريهاب ده تخصص يعتبر جديد نسبيا في العالم كله، لانه تخصص بيهتم بالمريض من اكتر من اسبكت، مش من ناحيه واحده. يعني انت المريض بيروح المستشفى علشان يتعالج من مرض من امراض القلب او حادثه من الحوادث اللي بتحصل زي زفحه صدريه او الجلطه. مش مفروض الحقيقه ان المريض يقف عند الحد ده، مفروض انه في بعد كده زي ما تقدري تقولي بلغتك انت تغطيه عالميه، دي بقى بتبقى تغطيه طبيه. مفروض انه الانسان في الوقت ده بنرسم له خريطه لحياته. الانسان ده لازم ندرس هو ليه حصل له كده، ايه الغلط في حياته اللي ادى لكده، يا ترى احنا ممكن نتفادى ده ازاي بعد كده. ده بالنسبه للمريض. اما بالنسبه للانسان العادي، فاحنا مفروض ان فيها نوع من الدراسه لللايف ستايل بتاع الانسان. كل عمره له متطلباته، سواء كان ده في التغذيه، سواء كان ده في الرياضه، سواء كان حتى ده في الصحه النفسيه. فمفروض انه الانسان احنا بندرسه ككل، يعني مش بس مرض القلب، لا احنا بندرسه بالنسبه للناس الطبيعيه، بالنسبه لسنهم، بالنسبه لوزنهم، بالنسبه يعني الحقيقه ان هو تخصص جميل ومحتاج دكتور صبور جدا وبيحب مهنته قوي، بحيث ان هو يبقى صديق قريب قوي للعيان، يحل كل مشاكله ويشوف كل عوامل الخطر اللي هو بيتعرض ليها فيحاول يناقشها معاه ويحاول يسهل عليه الحياه. هو ده تخصص. ده انا اتمنى، لانه الحقيقه انا بلاحظ ان كل ولدنا او زمايلنا الصغيرين هما دايما بيدوروا على الشيء اللي بيجيب ريورد سريع، لكن ما بيبقاش عندهم وقت يتكلموا مع العيان، ما بيبقاش عندهم وقت يلاحظوا الملاحظات الصغيره اللي تفرق عيان من عيان او مريض من مريض. فانا اتمنى انه، لانه انت مش يعني انت لما بتبقى دكتور بيمارس الكاردياك ريهاب، انت الحقيقه بيبقى عندك كايند اوف ويزدم، يعني بيبقى عندك نوع من الحكمه اللي بتخليك علاقتك تطول باستمرار مع العيان، وبتخلي العيان يثق فيك ويقدر يجي لك كل وقت ويتكلم معاك في كل وقت. فانا اتمنى جدا، انا ملاحظه لحد دلوقتي انه في مصر ما فيش اقبال على التخصص ده، ربما لان هو كمان بيحتاج مجهود كبير جدا وبيحتاج انك انت تكوني ملمه بمعلومات، ولازم يكون عندك باك جراوند واسع جدا علشان تقدري تتكلمي او تقدري تستعمليه، يكون ده تاخدي منه ادواتك اللي تستخدميها مع العيان. فانا اتمنى جدا انهم يجربوا، يعني يحاولوا انهم يقربوا من التخصص ده. التخصص ده على فكره هيفيد، مش بس هيفيد العيانين على مستوى المرضى، لا هيفيد على مستوى المجتمع كله، لانك انت بتخلقي سيستم الناس تحبه وتمشي عليه علشان تكون اكثر صحه. كويس، يعني كفايه كلنا بنقول ان الوقايه خير من العلاج، ده صحيح تماما، يعني انا اؤمن بهذا تماما. فاعتقد ان انا اتمنى ان هم يفكروا يتخصصوا التخصص ده ويقروا عنه حتى في الاول علشان يعرفوا، او حتى على الاقل يبقى فيه مركز زي ده في كل مكان متاح. يعني الحقيقه انا اشتغلت فتره طويله من حياتي في فرنسا وكندا وامريكا، حتى دلوقتي عارفه يعني المراكز اللي بتاعه الترفيه والشباب فيها مراكز للكارديك ريهاب. فانا نفسي جدا جدا، يعني انا مش احلم بقى واقول كل مستشفى في مصر، لا على الاقل كل مركز كبير شويه طبي يفكر في انه يكون عنده سكشن للكارديك ريهاب. ان شاء الله تحت امرك. مرسي جدا.